اهلا بيكم يا ميرات السكري، والنهارده انا عايزه اطرح عليكم سؤال. تقدر تغير حياتك ولا لا؟ تقدر تغير حياتك في اي سن؟ في 20، في 30، في 40، في 50، في 60، في 70، في 80؟ تقدر تغير حياتك؟ الناس مقسومين، في ناس على طول لما بنسال السؤال محدش بيتغير، مفيش حاجه بتتغير، صعب قوي تغير حياتك. وفي ناس معتقده ولو ان قله، لا انا اقدر اغير حياتي، ليه لا اغير حياتي، وبيعتقدوا ان ده في ايديهم. وعشان يعملوا ده بيسعوا بقى، بيعملوا حاجات كتيرة جدا. ممكن تغيير الحياة دي ان انا لازم اتعلم حاجة تانية، اغير مهنتي تماما فاتعلم مهارات تانية. ممكن تغيير الحياة دي ان انا ادرك ان مثلا عندي مشكلة في التواصل كوميونيكيشن، عندي مشكلة في ايا كان بقى، في حاجة معينة مش عارفة اظبطها. فبيبتدوا بيحاسوا نفسهم، بيواجهوا نفسهم، وبيدوروا على اللي يساعدهم يعمل التغيير ده معاهم. بيدوروا على كوتش، بيدوروا على حد يمسك ايدهم عشان يغيروا ده. فاللي بيغير مثلا جسمه، لا واحده بتاخد قرار ان شاء الله تكون 50 او 60، لا انا مش هكمل تخينه، انا مش هكمل كده، ان شاء الله اقعد سنه كمان في العمر، بس انا عايزه اشوف نفسي رفيعه. فبتدور على حد، بتروح بتظبط، بتقرا، بتدرس، بتغير جسمها. كمان نقدر نغير حاجات كتير على فكره. ممكن الناس بتقول لنا لا صحتنا، لو احنا جديين ممكن نبحث في كل الطرق الغير تقليديه، هنمشي على الدواء طبعا وندور على الطرق الغير تقليديه الكتيره بقى، بالاكل، بالتامل طبعا، بالاي اف تي وتفضيه المشاعر. هدور على كل الطرق بحيث احطهم على بعض واغير صحتي. مش لازم التغيير يكون 100%، بس في تغيير. فده احنا نقدر نغير حياتنا. انا من الناس المعتقده نقدر نغير حياتنا، ده شعاري. You can change your life. You can change your life, you can change your life. وزي ما قلت، مش معنى كلمة change your life ان انا قصيرة وكذا بكرة هبقى طويلة وكذا، مش بالضرورة. ان انا متوسطة الماليات اللي لازم اكون بكرة غنية، مش بالضرورة، بس اقدر اغير نمط حياتي وفلوسي وبحس انها تبقى مختلفة وتزيد. مهما سني كام، مهما تعليمي ايه، مهما انا عايشة في اي بلد، ملهاش دعوة بكل ده، ملهاش دعوة اصل بلدنا ما ينفعش، اصل انتي مش فاهمة، اصل ده، لا ملهاش دعوة. يعني ده حصل في كل البلاد وفي كل الاماكن وتحت كل الظروف. واللي بيثبت لي ده ان ناس معينه بتبقى تحت، يعني مثلا عندها مشاكل جسديه جامده جدا، رجلها مش موجوده، ايديها مش موجوده، مش عارفه عندها ايه، وبتعمل حاجات شبه خارقه. فهم قرروا لا انا مش هستسلم لده، يعني هم غيروا حياتهم. كان في واحد تاني كتير زيهم بقى، لا خلاص انا ما عنديش رجلين، انا اقعد في البيت بقى او على كرسي واهلي يشوفوني او كده. بس في واحد قال لا انا مش هعمل كده. اوكي، فالسؤال المهم قوي تو ريفلكت اون النهارده، ان احنا نفكر فيه. ممكن نكتب جورنال، نكتب كده ونخلي عقلنا اللاواعي يكتب ليه انا شايف اقدر اغير او ما اقدرش، او ايه اللي انا شايفه ممكن في النص، اي دونت نو. اكتبوا اللي يطلع، امسكوا كده كراسه واكتبوا، واكتبوا كده. لما نخلص ده نقراه تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، مش لازم نفس اليوم. وبعد ما نقراه نعمل عليه ريفلكشن. يعني ايه ريفلكشن؟ تفكير. هو ليه كده؟ طب ليه انا معتقد كده؟ المعتقد ده بتاعي ولا اهلي ولا بابايا كان دايما يقول لك ما حدش بيتغير، ولا والدتي، ولا ده موجود في عائلتنا كلها، اللي احنا فيه هو اللي فيه مش هنغيره. وابتدي اشوف ده، وابتدي اشوف هل الكلام ده صح، وابتدي اكسر او اغير او اتني على الاقل بند الفكر ده، واشوف اقدر ابدا بايه. ممكن ابدا بحاجه لو انا فعلا كل حاجه لا، حاجه صغيره خالص. هل انا اقدر اغير نمط اكلي مثلا؟ مش عشان اخس او كده، انا مش هاكل جانك فود خلاص، انا مش هاكل شيبسي وبيبسي وكلام، انا مش هاكل بسكوتات كده ملهاش معنى، انا هبتدي اكل لما عاوز اروح اجيب فاكهه. كل ما جوع في الشارع انا هقف في حته فيها فاكهه مثلا، اقدر اعمله وانجح اعمله مثلا 20 21 يوم لغايه ما تبقى عاده، وبعدين الاقي اني نجحت. طب حلو، ايه تاني؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ لا انا بصرف كل حاجه ولازم اخر اسبوع ابقى مفلس. طب انا الشهر ده هعمل طريقه تانية، هشوف. كل ما يبقى في حاجه افكر فيها مثلا، هو انا محتاج ده قوي، لا مش قوي يبقى بلاش. طب وانا محتاج، لا مش قوي برضو يبقى بلاش. واشوف ان اخر الشهر احط في بالي ان انا اخر الشهر يبقى معايا حاجه مثلا. يعني هي طبعا ممكن نتكلم كتير وده ممكن يبقى كورس كامل، ولكن اللي عايزه اقوله هو قرار داخلي الاول، هو انا اقدر اتغير ولا لا. اوكي، هدفي طبعا ان احنا كلنا نبقى حياتنا احلى، افضل افضل، حته حته افضل، وان احنا نعيش اريح، مرتاحين اكتر مع نفسنا ومع الدنيا. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.